هذه الضرائب عندها هي ما تخرج واحد الوزير قال راح القصة راح نوعوا الاستثمار والصادرات، الصادرات راح ينوعها، انا مش عارف وش هي، مكره الاعضاء البشريه يعود يصدروا فيها للخارج. اليوم المواطن الجزائري راح يدفع في الجزيه كاننا اهل ذمه، احنا رانا مسلمين. خلاص في زوج تريميستات تاع ترسيتي قداه لازمني نصور به نعيل ولاتي. علاه دائما الشعب هو اللي يدفع ويعود كبش الفداء في وقت الازمات؟ علاه كي يطلع البترول يبان على البرلمانيين والوزراء وما يبانش على الشعب؟